السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبنات طلاب الصف الثاني الثانوي الزراعي جميع المجالات، أهلا ومرحبا بكم في قناة مصر للتعليم الفني. أهلا ومرحبا بكم مع أسرة نحل العسل ودود القز بالقناة. اتكلمنا في الحلقات السابقة في المادة على مساكن النحل. مساكن النحل اتكلمنا عنها وقلنا إن المسكن اللي بيعيش فيه النحل اللي هو إما الخلية البلدية أو الخلية الخشبية اللي هي لانجستروس. اتكلمنا عن مميزات وعيوب الخلايا البلدية، اتكلمنا عن مميزات الخلايا الخشبية، اتكلمنا عن الفرق بين الخلية البلدية والخلية الخشبية، وقدرنا إن احنا نديك فكرة عن الخلية البلدية أو الخلية الخشبية اللي أنت لو عاوز تعمل مشروع نحل عسل هتختار أنهي خلية بالظبط. وقبلها اتكلمنا برضو على سلالات نحل العسل، بحيث السلالة اللي أنت عاوز تربيها بمميزاتها وعيوبها. النهاردة بقى هنتكلم على حاجة مهمة جدا بتهم كل نحال، بتهم كل طالب، بتهم كل طالب عاوز يعمل مشروع ويدخل يفحص المنحل بتاعه. وقلت لك قبل كده الفحص يعني الكشف، الفحص الخلية او فحص الطائفة، يعني ان انت بتكشف على الطائفة من اتجاهات كتيرة جدا هقول لك عليها. ولازم اي نحال يكون عارف يدخل المنحل يفحص ازاي، لان هي دي اهم شيء في المنحل او اهم شيء في تربيتك للنحل، ان انت تفحص المنحل بتاعك. طيب انت دخلت على المنحل بتاعك، المفروض ان انت بتكشف على الخلية، بتكشف على الطائفة. اول حاجة هنتكلم عنها وهي اغراض الفحص. في 5 حاجات لازم تعملهم: اغراض الفحص، الغرض من فحص الطائفة بتاعتك ايه، الادوات المساعدة في الفحص، شروط وخطوات الفحص، مواعيد الفحص، مش كل وقت ان انت بتدخل تفحص، تسجيل نتائج الفحص اللي انت قمت بيها ليه. طيب اول حاجة هتكلم عليها هي اغراض الفحص. اول غرض من اغراض الفحص او اول حاجة انت بتعملها وانت جاي تفحص، بالنسبة بكلمك على ان انت مبتدئ لسه اول مرة تتعامل مع النحل بعد ما اخدت منه المعلومات الكافية وعملت المنحل بتاعك، لازم تكون عارف طائفة نحل العسل بتتكون من ايه. حسب ما قلنا لك قبل كده ان طائفة نحل العسل بتتكون من ملكة وشغالات وذكور. الملكة قلت لك على مواصفاتها، يبقى اول غرض من اغراض الفحص مشاهدة طائفة نحل العسل داخل الطائفة نفسها او داخل الخلية بكل ما يختلف في الأفراد، بتختلف صفات الأفراد فيها. أول حاجة الملكة، لما قلت لك الملكة دي جسمها بيكون هي أكبر أفراد الطائفة، وقلت لك كمان إن الملكة دي بعتبرها إن هي أم النحل، يعني هي اللي مسؤولة عن وضع البيض وهي اللي مسؤولة عن إنتاج بدة الملكة. الملكة هتلاقيها بالشكل ده اللي قدامك على الشاشة، بيكون جسمها مدبب من الخلف، بيكون الأجنحة بتاعتها قصيرة، وبتكون بحالة جيدة، وبتكون ملكة حديثة السن. وهقول لك ازاي تعرف ملكة حديثة السن من كبيرة السن بعد كده في خلال الفحص ان شاء الله. ده شكل تاني للملكات. يبقى انت بتشاهد الملكة، اول حاجة ان انت بتدور عليها وهي مشاهدة الملكة. اول حاجة بتدور على في الطائفة بتاعتك وانت بتفحصها ان انت بتدور على ام النحل او ام الطائفة. ام الطائفة قلت لك الملكة. طيب اول ما بتفتح الطائفة، اول ما بتفتح الخلية، الملكة بتكون موجودة فين؟ الملكة بتكون موجودة في الاقراص الوسطى، في الغالب في الاقراص الوسطى. لو ما لقيتهاش في الاقراص الوسطى هتلاقيها فين؟ هتلاقي الملكة موجودة على جوانب الخلية الداخلية،
او ان هي انت فتحت الخليه بطريقه عصبيه شويه فالملكه تاهت، النحل غطاها، النحل على طول بيحمي الملكه بتاعته. طيب ازاي بقى بتستدل؟ انت ما شفتش الملكه، ازاي بتستدل على وجود الملكه؟ اول حاجه بتستدل على وجود الملكه، انا قلت لك وظيفه الملكه ايه؟ وظيفه الملكه وضع البيض، دي اول حاجه، وانتاج ماده الملكه. انت ما بتشوفش ماده الملكه ولا بتشم رائحتها، طيب انت بتشوف البيض، يبقى اهم حاجه لو لقيت بيض حديث موجود في الطائفه او في البراويز يبقى تعرف ان الملكه موجوده. طب لو ما لقيتش بيض حديث موجود، لو ما لقيتش بيض موجود في الطائفه او في الاقراص الشمعيه يبقى الملكه مش موجوده. الملكه مش موجوده ده مشكله كبيره، لازم هقول لك بعد كده ازاي لو الملكه مش موجوده ازاي انت تعمل ملكه، او ازاي تشتري ملكه، او ازاي تربي ملكه، او النحل اساسا لو ما رباش ملكه انت تجيب ملكه ازاي. طيب وجود الملكه، وجود الملكه في الطائفه بيهدي النحل، بمعنى ان انت لو فتحت الطائفه بتاعتك او فتحت الخليه ولقيت النحل هادي، ما لقيتوش ان هو بيعمل بيطير بطريقه عصبيه، اعرف ان الملكه موجوده، دي اول حاجه. يبقى اول حاجه ان انا لقيت في بيض في الخليه او لقيت النحل هادي في الخليه. طيب علامات بقى فقد الملكه ايه؟ لو الملكه مش موجوده هتلاقي ايه؟ هتلاقي مفيش بيض حديث موجود في الطائفه في الاقراص، هتلاقي النحل غير ثابت على الاقراص وهتلاقيه في حاله هياج داخل الخليه، هتلاقي ممكن هتلاقي بيوت ملكات، وهتلاقي وجود امهات كاذبه، واقول لك على كل الحاجات دي دلوقتي ان شاء الله، بس ركز معايا. يبقى قدامك على الشاشه اهو علامات فقد الملكه: عدم وجود بيض حديث، مش موجود بيض يبقى مش موجود ملكه، هياج النحل وعدم ثباته على الاقراص، وجود بيوت ملكات معنى ان في بيوت ملكات موجوده في الطائفه، يبقى كده الملكه مش موجوده والنحل عاوز يعمل ملكه جديده، او ممكن تكون الملكه موجوده وتايه منك في الخليه والنحل عاوز يغير الملكه، يبقى النحل احيانا بيعمل احلال للملكه اول ما الملكه بتكبر في السن، اول ما الملكه بتكبر في السن وبيلاقي انتاجها من البيض قل وهو عاوز انتاج بيض عشان خاطر تطلع شغالات جديده عشان تشتغل في الخليه، بيلاقي الملكه بتاعته دي ضعيفه يبقى هو بيعمل لها احلال، او وجود امهات كاذبه. امهات الكاذبه دي يعني ايه؟ يعني الشغاله هي اللي بتبيض، وانا قلت لك ان من وظيفه ماده الملكه اللي هي بتفرزها الملكه ان هي بتقفل مبيض الشغاله، ما بتخليهاش تبيض. طب ما تخلي الشغاله تبيض يا مستر، خلي الشغاله تبيض، هتبيض بيض غير ملقح يعني هيطلع منه ذكور، وانا عاوز شغالات، عاوز شغالات عشان هي اللي بتشتغل في الخليه، هي اللي بتجيب لك حبوب اللقاح، هي اللي بتجيب لك رحيق الازهار، هي اللي بتغذي الملكه، هي اللي بتعمل الشمع، هي اللي بتنظف الخليه، هي اللي بتقف حراسه على باب الخليه، اما الذكور ما بتعملش الحاجات دي. يبقى انت معنى كده ان لو الشغالات باضت ما بتبيضش بيضه واحده كمان في العين السداسيه، بتبيض كذا بيضه في العين السداسيه، وهوريك انا دلوقتي شكل البيض بتاع العين السداسيه. طيب ادي شكل البيضه بتاعت الملكه، بتبقى في قاع العين السداسيه وبتبيض بيضه واحده بس في قاع العين. طيب ادي ده برواز العسل او برواز الشمع، وفي البيض هو باين قدامك في العيون السداسيه، والنحل شغال عليها، النحل في حاله هدوء، اول ما بتفتح الخليه وتلاقي النحل في حاله هدوء اعرف ان الملكه موجوده على طول، اول ما تلاقي اجنحه النحله طالعه لفوق وفي حاله هياج اعرف ان الملكه مش موجوده. طيب انا دلوقتي بفحص وبشوف الملكه موجوده وبيضه ولا لا، وادي شكل البيض اللي قدامك في الصوره. طيب لقيت بيوت ملكات زي دي، لو الملكه مش موجوده النحل على طول بيعمل بيوت ملكات عشان خاطر يطلع ملكه جديده تشتغل معاه.
ضابط الشغالات اللي قدامك، بتبص تلاقي العين السداسية اهي في كذا بيضة موجودة في كل عين سداسية، ومفيش بيضة في القاع العين السداسية. طيب علل ليه؟ ليه بيضة الشغالة لا تلتصق بقاع العين السداسية؟ لأن جسمها صغير. الشغالة دي أنا قلت لك هي أصغر فرد في الطائفة، ما بتقدرش تنزل بالمؤخرة بتاعتها لقاع العين السداسية وتبيض البيضة بتاعتها، يبقى بتبيض على جوانب العيون السداسية من الداخل، وبتبيض كذا بيضة. يبقى الكذا بيضة اللي هتطلع دي هيطلع منها إيه؟ هيطلع منها ذكور، وأنا مش عاوز الكلام ده. ده بيض الشغالات. مش هنقول بقى بيض شغالات بس وكده وخلاص، اسمها امهات كاذبه. يبقى الشغالات عندك بقت امهات كاذبه. طيب برضو انت بتفحص، احنا كده خلصنا الملكه، وانت بتفحص بتشوف الذكور، الذكور موجوده ولا مش، انت عارف شكل الذكور. الذكر هو اضخم فرد في الطائفه، وبيكون في مؤخرته بيكون موجود شعر اصفر كثيف، ده الذكر. طيب هنشوف بعد كده وانت بتفحص بتشوف الشغالات. الشغالة زي ما قلتها لك قبل كده هي اصغر فرد في الطائفة، طائفة تحت العسل، اصغر فرد في طائفة تحت العسل وهي الشغالات. الشغالات عددها كام في الطائفة؟ عددها بالالاف، وفي موسم النشاط ممكن توصل لها ل40,000 شغالة في الخلية او في الطائفة القوية. اما الذكور بعد بيكون عددها بالمئات. الملكة بتبقى ملكة واحدة بس. يبقى لما بيجي لك سؤال في الامتحان تتكون طائفة نحل العسل من ملكات وذكور وشغالات، صح ولا غلط؟ ها؟ أنا سامع واحد بيقول صح، لا هي غلط، لأن تتكون من ملكة واحدة بس. طيب تاني حاجة ببص عليها أثناء الفحص وهي مشاهدة الحضنة. طب يعني إيه حضنة؟ الحضنة هي كل مرحلة أو أي طور من أطوار النحلة غير الحشرة الكاملة. بمعنى إن الملكة لما بتبيض دي حشرة كاملة، الملكة حشرة كاملة فبتبيض، البيضة بتتحول إلى يرقة، البيضة بتفقس وتطلع منها يرقة، اليرقة تتحول إلى عذراء، يبقى ده اليرقات، دي الحضنه. يبقى انت بتطمن على الحضنه، بتطمن على ان موجود بيض ولا لا زي ما قلنا، بتطمن على موجود يرقات ولا لا، واليرقات دي اما ان هي تكون يرقات مفتوحه او يرقات او حضنه مغلوق مفتوحه او حلقه حضنه مقفوله، وهقول لك يعني ايه حضنه مفتوحه وحضنه مقفوله. طيب بعد كده بتتحول الى عذراء، وبعد كده بتطلع بقى حشرة كاملة. يبقى أنا عندي الحضنة، لازم مصطلحات لازم تعرفها. الحضنة هو أي طور من أطوار النحلة غير الحشرة الكاملة. طيب أدي اهي الملكة قدامك لما باضت في العين السداسية، قدامك اهي نزلت البيضة في قاع العين السداسية زي ما أنت شايفها، وبعد كده البيضة فقست طلعت منها يرقة، اليرقة بتكبر بتتغذى على غذاء ملكات، وبعد كده أول 3 أيام، وبعد كده بتتغذى على خبز النحل اللي هو من العسل وحبوب اللقاح، وبعد كده بتوصل للعذراء اللي هو الطور اللي قبل الأخير، وبتتغطى العيون السداسية في آخر طور أو في آخر عمر يرقي، بتتغطى العين السداسية وبتتحول إلى عذراء اللي أنت شايفها قدامك أهي، وبعد كده بتطلع منها حشرة كاملة. أنت بتشوف كل الحاجات دي في الفحص. يبقى في الفحص بتشوف كل الحاجات اللي قلت لك عليها. طيب أدي دي قدامك الحضنة المفتوحة، دي صورة حية من الخلية نفسها، حضنة مفتوحة، أدي اليرقات أهي، وده كله اللي حوالين اليرقات ده غذاء ملكات بتتغذى عليه اليرقات في اليوم الاول والثاني والثالث. بعد كده بتكبر اليرقات شويه اهي قدامك اهي، بعد كده بتتحول اهي، دي يرقات برضو، دي حضنه، دي كلها اسمها حضنه مفتوحه.
دي اليرقة بتاعت الملكة. احنا قلنا الملكة ما بتبقاش في العيون السداسية، العين السداسية دي النحل بيكبرها وبيخليها بيت ملكي زي حباية الفول السوداني كده، ودي اليرقة اللي هي جواها على شمال الصورة، وبعد كده دي العذراء بتاعت الملكة. يبقى انت بتبص بتشوف كل الكلام ده، ولكن عند ما تيجي تشوف اليرقة بتاعت العذراء بتاعت الملكة بتبقى مش هتعرف تشوفها، ولكن بتشوف البيت الملكي. لو موجود بيت ملكي اعرف ان موجود جواه يرقة او عذراء. طيب الحضن المقفولة اللي هي بتكون اليرقة خدت الطور بتاعها وخدت الايام بتاعتها، وجي النحل حط طبقة شمعية على الحضنة او على العيون السداسية وبقت مقفولة. حضنة الذكور بتختلف عن حضنة الشغالات. حضنة الشغالات بتبقى مقعرة، ولكن حضنة الذكور بتبقى مقعرة، ولكن حضنة الشغالات بتبقى ملساء على العين على الكرسي الشمعي كده. يعني دي اللي قدامك حضنة الذكور، دي بقى حضنة الشغالات اللي قدامك اهي في الصورة تكون ملساء، دي حضنة مقفولة. انت شفت قبل كده الحضنة المفتوحة، هي كانت مفتوحة وبعد كده حطوا طبقة من الشمع، بقت اتقفلت العين السداسية اللي عليها الحضنة جوه عشان تاخد طور بعد كده العذراء، وبعد كده تطلع حشرة كاملة او تطلع شغالة. ادي بص تلاقي النحل بيعمل لها تدفئة قدامها وعليها اهو، دي الحضنة المقفولة. طيب بيوت الملكات اللي وريتها لك الصورة منها قبل كده اللي هي اهي، يبقى انت بتطمن في الفحص على كل الحاجات دي. بتطمن على الحضنة اما ان هي تكون حضنة مقفولة او حضنة مفتوحة، بتطمن على البيض، بتطمن في الاول خالص زي ما قلت لك على الملكة، بتطمن على الشغالات، بتطمن على الذكور، بتطمن على قوة الطائفة نفسها ان انت ممكن تغير الملكة او تخلي الملكة زي ما هي. طيب بتطمن كمان على الحالة الغذائية. احنا عارفين ان النحل بيتغذى على ايه؟ النحل بيتغذى على عسل وحبوب لقاح، بيكونوا منه خبز النحل اللي هو بيتغذى عليه النحل. بتطمن انت موجود عسل عشان يتغذى عليه النحل داخل الخلية ولا مش موجود عسل؟ بتطمن على ان موجود حبوب لقاح ولا مش موجود حبوب لقاح؟ لان انا قبل كده قلت لك ان العسل هو المصدر الكربوهيدراتي بالنسبة لغذاء العسل، بالنسبة لغذاء النحل، والحبوب اللقاح المصدر البروتيني لغذاء النحل. لازم الغذاء بتاع النحل يكون متكامل، تكون من كربوهيدرات وبروتينات. طيب نفترض ان انت ما لقيتش عسل موجود جوه في الخلية، يبقى دي غرض من اغراض الفحص، ان انت بتفحص وتشوف في عسل ولا مش موجود عسل. طب لو مفيش عسل تعمل ايه؟ لو مفيش عسل اما هتغذي تغذية كربوهيدراتية اللي هي محلول سكري، وكل موسم وكل فصل من فصول السنة ليه نسبة التغذية المختلفة عن التانية، ودي هتدرسها في درس التغذية بعد كده ان شاء الله. او طالما انت فحصت ولقيت الخلية رقم واحد ما فيهاش براويز عسل، طب والخلية رقم ثلاثة فيها ثلاث براويز عسل، يبقى انت بتعمل حاجة النحالين يقول لك ايه، احنا هندرب النحل، ندرب النحل يعني هنا ما فيش حضنة وهنا في حضنة، يبقى اجيب في الخلية اللي فيها ده كله من الفحص. انت بتعرف ان الخلية دي فيها حضنة ولا ما فيهاش حضنة، تعرف الخلية فيها عسل ولا ما فيهاش عسل، تجيب قرص حضنة من الخلية رقم ثلاثة مثلا تحطه في الخلية رقم واحد اللي هي ما فيهاش حضنة. طيب فيها دي عسل ودي ما فيهاش عسل، يبقى بتجيب برواز عسل لو مش هتعمل تغذية، دي فيها براويز عسل كتير، يبقى بتجيب برواز عسل من الخلية اللي فيها كتير وتحطها في الخلية اللي ما فيهاش. طيب مفيش حبوب لقاح موجودة في الطائفة اللي انت بتفحصها،
يبقى بتعمل حاجة اسمها تغذية بروتينية بدائل حبوب اللقاح. لازم انت توفر الغذاء بتاع النحل اللي هيحتاجه النحل، لان انت بتربي النحل لازم توفر له الغذاء بتاعه. خلي ان هو مش هيجيب غذاء من بره، خلي ان بره مفيش ازهار متفتحة عشان يجيب منها رحيق ازهار ولا حبوب لقاح. يبقى انت هتجوع النحل ليه؟ يبقى ما ينفعش تجوع النحل. يبقى في الفحص، الغرض من اغراض الفحص معرفة الحالة الغذائية للطائفة. يبقى لو مفيش تغذية جواها يبقى بتعمل تغذية صناعية. التغذية الصناعية اما بالمحلول السكري لو مش لو مفيش اقراص عسل داخل الخلية، او ببدائل حبوب اللقاح لو مفيش حبوب لقاح موجودة اللي هي التغذية البروتينية. يبقى ده غرض من اغراض فحص الطوائف. طيب ادي الغذاء اهو قدامك على الصورة، بتبص تلاقي العسل موجود في البرواز، والنحل اهو بياكل بيتغذى. ادي دي قرص عسل ناضج هتدرسه بعد كده في الفح بتاعة الفرز، في فرز طوائف النحل، فرز العسل. ادي دي قرص العسل الناضج ده بيبقى عليه طبقة شمعية عشان خاطر يغطي بيها عيون العسل اللي هي فيها عسل ناضج درجة الرطوبة بتاعته أقل من 17%. أدي دي أقراص عسل غير ناضجة قدامك أهي، لسه العسل لسه النحل ما طلعش منها نسبة الرطوبة، موجودة فيها نسبة رطوبة. ده النحالين بيسموه عسل رش. دي أقراص عسل برضو غير ناضجة، دي برضو بتتأكد ده كله من الخلية بتاعتك فيها عسل ولا ما فيهاش عسل. طيب ادي ده النحل وهو بيتغذى برضو، ودي الملكة في الوسط اهي. غرض من أغراض الفحص ان انت لو موجود بيوت ملكات بتعدمها. طيب هي امتى النحل بيعمل بيوت ملكات؟ النحل بيعمل بيوت ملكات في حالة الإحلال، اللي هو بيربي ملكة في حالة الإحلال، في حالة التطريد، في حالة إن الملكة كبيرة في السن. طيب أو في حالة فقد الملكة، يعني الملكة فقدت، النحل مش هيقعد لحد ما يستناك إن أنت تروح تجيب له ملكة أو تربي له أنت ملكات. النحل هو بيعمل ملكة من نفسه. نفترض إني الملكة كبرت في السن. طب انت تعرف ان الملكة كبيرة في السن ولا صغيرة في السن ازاي؟ الملكة الصغيرة في السن انت المفروض ده كله بتسجله في دفتر عندك اسمه دفتر تسجيل البيانات، دفتر الفحص. دفتر الفحص موجود عندك في المنحل، وده هقول لك تسجل ازاي. ولكن انت جيت فحصت اللي معاك يفهم شوية في النحل، قال لك خلي بالك الملكة دي كبيرة في السن. الملكة الكبيرة في السن بتتعرف بكذا مظهر. أول مظهر إن البيض بتاعها بيكون قليل، تاني مظهر إن البيض بتاعها ما بيبقاش محطوط بانتظام في العيون السداسية، تالت مظهر وده مهم جدا وتشوفه من شكل الملكة، إن الملكة المفروض إن على جسمها شعر. الشعر ده أول ما يزال من على جسمها اعرف إن الملكة دي كبرت في السن. الملكة بتشتغل عندك في الطائفة سنتين، بتبقى بكامل قوتها الإنتاجية للبيض. ولكن بعد سنتين هي عمر الملكة كام أساسا؟ عمر الملكة بتعيش 6 سنين، لو سبتها عايشة كده هتعيش 6 سنين، ولكن هتنتج لك هتديك طاقة إنتاجية كبيرة إمتى؟ في خلال أول سنتين بيكون تلقيحها جيد، يكون موجود فيها الحيوانات المنوية في القابلة المنوية داخل جسمها اللي هي هتبيض لك بيه بيض ملقح أو بيض مخصب، هيطلع منه شغالات وانت عاوز تكتر الشغالات، وقوة النحل بتقوى من الشغالات اللي موجودة. ولكن أساسا قوة النحل تيجي من قوة الملكة اللي موجودة. يبقى لو وجدت بيوت ملكات اعرف ان الملكة دي اما
طردت او الخليه طردت او الملكه كبيره في السن او الملكه فقدت، يبقى انت تتصرف بقى. يبقى هو ده غرض من اغراض الفحص. برضو بتعدم غرض تاني من اغراض الفحص اول ما بتشوف الخليه بتاعتك، اعدام حضنه الذكور. يعني ايه اعدام حضنه الذكور؟ لو كانت كتيره عندك في الطائفه انت مش محتاجها في حاله عدم الحاجه اليها، لان لو عندك ملكات عذاره موجوده في الطائفه ولسه ما تلقحتش يبقى انت بتسيب عدد من الذكور. ولكن لو ما عندكش ملكات عذاره، لو عندك الملكه ملقحه وشغاله عندك وكويسه، يبقى انت عاوز في ايه حضنه الذكور؟ يبقى انت مش عاوزها، يبقى دي هتبقى عاله على الطائفه بتاعتك. هي هتقعد ملهاش اي فايده بعد كده، هي هتقعد تاكل بس حبوب اللقاح والعسل اللي هم الشغالات جايبينهم من بره، وتزاحم الشغالات على العمل داخل الخليه. فانت بتتخلص من حضنه الذكور لو حضنه الذكور كتير. اما حضنه اما البيوت الملكات لو موجوده، انت ده دليل بقى زي ما قلت لك على ان الملكه مش موجوده. اما تستفيد ببيوت الملكات دي لاي خليه تاني مش موجوده فيها ملكه، او تتخلص منها. طيب ادي دي بيوت الذكور اللي قدامك، تبقى عامله زي القبه كده اهي، تبقى في اطراف قرص الشمع. طيب وتشاهد برضو حاجة مهمة جدا، مشاهدة أقراص الحضنة وترتيب الأقراص بتاع الطائفة. تعال بقى لترتيب أقراص الطائفة، ده مهم جدا 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 في المنحل بتاعك وانت جاي تشتغل. الأقراص الطائفة اللي هي موجودة عندك جوه متكونة من ايه؟ متكونة من أقراص عسل، براويس فيها عسل، براويس فيها حبوب لقاح، براويس فيها حضنة مقفولة، براويس فيها حضنة مغلقة مقفولة، براويس فيها بيض، براويس فيها فاضية. طيب انت هترتب الطائفة بتاعتك ازاي؟ خلي بالك ده مهمة جدا 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 وانت شغال كنحال. في عندي حاجة اسمها مخزون اساسي ومخزون احتياطي. المخزون الاساسي زي خزين كده البيت عندك اللي هو فيه الاكل والشرب. المخزون الاساسي اللي هو النحل مخزن فيه العسل وحبوب اللقاح، ده المخزون الاساسي، بيبقى جنب الباب بتاع الخلية. يبقى ده اول برواز بيبقى مخزون اساسي، بيبقى فيه عسل وفيه حبوب لقاح. بعد كده داخل خلية النحل بيكون فيه ثلاث درجات حرارة. سبحان الله، ثلاث درجات حرارة داخل خلية النحل. يعني برواز البيض بيبقى ليه درجة حرارة غير برواز الحضن المقفولة غير برواز الحضن المفتوحة. يبقى داخل الخلية دي الصغيرة اللي انت بتشوفها قدامك في ثلاث درجات حرارة مختلفة. اول حاجة البرواز بتاع البيض درجة الحرارة بتاعته لو نزلت له ترمومتر وقسته هتلاقيه من 17 ل 18 درجة مئوية. برواز الحضن المفتوحة اللي هي فيها يرقات وفيها عذارة، لا فيها يرقات بس، ان اليرقات دي اللي هي بتبقى مفتوحة. برواز الحضن المفتوحة بيبقى درجة حرارته من 22 ل 23 درجة مئوية. درجة حرارة الحضنة المقفولة بيبقى درجة حرارتها من 32 ل 34 درجة مئوية. يبقى بص، في عندك ثلاث درجات حرارة موجودين فين؟ موجودين في الخلية. طيب انت لو حطيت برواز البيض اللي هو درجة حرارته 17 ل 18 درجة مئوية، حطيته في وسط بين بروازين حضنة مقفولة، احنا قلنا ركز معايا، احنا قلنا الحضنة المقفولة درجة حرارتها بتبقى 32 ل 34 درجة مئوية. شوف بتبقى في فرق كبير بين 17 ل 32. حطيت انت برواز البيض بين
بروازين حضنة مقفولة، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل على طول ان هو بيشوه البيض، بتبقى نسبة فأس البيض بتبقى ضعيفة. الكلام اللي بقوله لك ده بقوله لك كنحال ممكن تشتغل في المنحل بتاعك، وكواحد عاوز تفهم حاجة في النحل، والكلام ده يعرفه النحالين كويس. يبقى ما ينفعش ان انت تحط برواز اللي فيه بيض تحطه بين بروازين حضنة مقفولة، لان كده درجة الحرارة هتزداد على البرواز بتاع البيض، يبقى نسبة الفأس بتاع البيض ده هيبقى قليلة، او لو فأست بتطلع افراد مشوهة، افراد نحل مشوهة. طيب يبقى طب انا احط ازاي البراويز كده، ارتبها ازاي؟ برتبها في الاول خالص زي ما قلت لك، المخزون الاساسي اللي هو بتاع العسل وحبوب اللقاح ناحية الباب، بعد كده الحضن المقفولة بتتحط جنب بعض، بعد كده حضنة مفتوحة اللي هي أقل درجة حرارة من الحضنة المقفولة، لأن أنا قلت لك درجة الحرارة بتاعت الحضنة المفتوحة من 22 ل 23 درجة مئوية أو ل 24 درجة مئوية. بتيجي بعدها بالتدريج، أنت كده بتدرج درجة الحرارة، بتدرج درجة الحرارة. ما ينفعش درجة حرارة عالية اللي هي 34 تحط جنبها درجة حرارة منخفضة اللي هي 17، ما ينفعش، لا، عشان تخلي تربيتك للنحل صح. وبعد كده بيتحط الحضنة المفتوحة، وبعد الحضنة المفتوحة بتحط برواز البيض أو بروازين البيض اللي موجودين، وإذا في أساسات شمعية إما بتحطها في الآخر أو بتحطها بين حضنة مفتوحة وحضنة مقفولة، أو بتحطها بين حضنة مقفولة وحبوب لقاح عشان برواز الأساس الشمعي ده النحل يمطه. وبعد كده المخزون الاحتياطي اللي هو في آخر الخلية. طيب انت أثناء الفحص بتاعك ممكن ان انت تلاقي في براويز قليلة، يبقى أثناء الفحص إما بتضيف أو بتقلل عدد الأقراص اللي موجودة في الطائفة زي ما قدامك اهي في الصورة، إضافة أو تقليل عدد الأقراص ده حسب إيه؟ حسب قوة الطائفة بتاعتك. في الربيع والصيف النحل شغال، طالما النحل شغال عندك في الربيع والصيف يبقى المفروض تزود الأقراص الشمعية ولا تنقصها؟ لا، المفروض تزود الأقراص الشمعية، يبقى بتزود أقراص في الربيع والصيف. ليه؟ عشان الملكة شغالة في الربيع، الملكة بتشم ريحة رحيق الأزهار اللي هي جايباها وريحة حبوب اللقاح اللي جايبها الشغالات من بره، وبتبدأ بقى تفتح في البيض. فإذا فتحت في البيض عاوزة أقراص فارغة عشان تبيض فيها، لأن الملكة في موسم الربيع إذا كانت ملكة قوية ممكن تبيض من 1000 بيضة ل 1500 بيضة في اليوم الواحد بس، فانت عاوز على طول تحط لها اقراص شمعيه عشان تبيض فيها، اقراص فارغه عشان تبيض فيها. دي حاجه تانية في موسم ربيع، موسم صيف يعني الازهار متفتحه بره المنحل بتاعك، يبقى معنى كده ان النحل شغال، هيجيب عسل، هيجيب حبوب لقاح، هيحط العسل وحبوب اللقاح ده فين؟ يبقى لازم يبقى موجود اقراص فارغه، اقراص شمع فارغه. يبقى الغرض من الفحص برضو ان انت تشوف لو الخلية محتاجة اقراص بتحط اقراص. طيب لو في الشتاء بتعمل ايه؟ الخلية مليانة اقراص، خلية فيها 10 اقراص ودخل عليك فصل الشتاء، فالمفروض ان انت بتقلل الاقراص الشمعية حسب قوة برضو الطائفة. في الشتاء النحل بيقل وانتاج الملكة بيقل، وتكاد تكون تقف عن البيض في اوقات معينه، فانت كده البراويز كترت عندك، البراويز كتيره عندك والنحل قليل، يبقى النحل هيحصل ليه امراض، امراض زي مثلا البروده ممكن تاثر عليه، يبقى لازم تشيل شويه اقراص اللي هي فارغه وتخلي عدد الاقراص اللي موجوده في الخليه عندك
على قد النحل اللي موجود، يبقى ده زيادة أو تقليل عدد الأقراص اللي موجودة في الخلية، مع مراعاة حاجة مهمة جدا. أنت لو جيت ضفت أقراص، ما ينفعش إن أنت بين أقراص الحضنة تحط قرصين من الأقراص الفارغة. ليه؟ لأن أنت كده فصلت الخلية عن بعض، خليتهم خليتين، خليتهم خليتين. ده سؤال ممكن يجي لك علل عدم فصل أقراص الحضنة عن بعضها بالأقراص الجديدة المضافة. ليه؟ لأن أنت كده بتخلي الخلية خليتين، يبقى كده بتشتت النحل، بتشتت النحل في عمله أثناء العمل بتاعه، بتشتت الملكة برضه، ما بتخليش، بتخلي الملكة في الجزء اللي هو اللي هي موجودة فيه، بتقول إن هي دي خلية واحدة بس، يبقى بتساعد النحل على التطريد في موسم زي ده، موسم الربيع بيزداد فيه التطريد، يبقى بتساعد انت النحل على التطريد، يبقى انت كده ضريت النحل، ما افدتوش بزيادة الأقراص الشمعية. طيب في غرض تاني من أغراض الفحص اللي انت بتعملها، وهو تنظيف الخلية، ان انت بتنظف الخلية، بتنظفها من بواقي الشمع اللي موجودة، بتنظفها من البروبوليس اللي موجود لو هو زيادة، بتنظف القاعدة بتاعت الخلية من الداخل، أي بواقي شمع بتنظفها، يبقى ده غرض من أغراض الفحص اللي انت بتفحص من أجله. في غرض تاني، وهو معرفة الحالة الصحية للطائفة. طبعا النحل بيصيبه أمراض زي أي كائن حي. طيب انت لما بتفحص بتشوف في أمراض صايبة النحل ولا مفيش أمراض. الأمراض دي ممكن تيجي للحضنة وممكن تيجي للحشرة الكاملة، فلازم انت يبقى على علم وعلى دراية بالأمراض اللي هي ممكن تصيب الملكة أو ممكن تصيب الحشرة الكاملة أو تصيب الحضنة، عشان تشوف لو في مرض لازم تعالجه. لأن انت لو سكت معالجتش في مرض ومعالجتوش، اعرف ان انت دمرت، انت بنفسك دمرت كده المنحل بتاعك. فيبقى ده غرض من أغراض الفحص، وهو معرفة الحالة الصحية للطائفة. في غرض تاني من أغراض الفحص، وهو إجراء عمليات النحالة المختلفة. في عمليات نحالة بتتم داخل المنحل بتاعك أو داخل الخلية بتاعتك. طب أنت هتجري العمليات النحلية دي كده وخلاص؟ ما أنت لازم تفحص في الأول. يبقى ده غرض من أغراض الفحص. ايه هي؟ زي ايه العمليات النحلية؟ زي الضم، ضم الطوائف، زي التقسيم، زي التشتية، دي كلها عمليات نحلية بيقوم بها النحال في المنحل بتاعه. ولكن لازم يعرف في الاول خالص هو محتاج العمليات دي ولا مش محتاجها. يعرف من ايه؟ يعرف من الفحص الدوري اللي هو بيفحصه. طيب غرض تاني من اغراض الفحص، وهو إعداد وتجهيز المنحل للفرز. لما يبقى في عندك فرز في نهاية الموسم أو في نهاية التزهير بتاع زهرة معينة، أنت لازم تعد المنحل بتاعك للفرز. بتعده إزاي؟ إن أنت في الأول خالص بتزود له أقراص شمعية، أو تعرف في الأول النحل إن أنت هتفرز إمتى أو تفرز ليه، او هتفرز ولا مش هتفرز. هتعرف كده ازاي وهي الخلية مقفولة؟ يبقى لازم تفحص، يبقى لازم تفحص عشان خاطر تعرف ان انت هتفرز ولا مش هتفرز. يبقى دي كلها من اغراض الفحص اللي انت بتفحص الخلية عشانها. طيب هتشوف بعد كده الادوات المساعدة في الفحص. ادي قدامك على الصورة اهي، اول حاجة الافارول اللي انت بتلبسه عشان خاطر تقي نفسك من لسعات او من لدغات النحل. يبقى دي من الادوات المساعدة في الفحص. تاني حاجة القفاز اللي هو الجوانتي. تالت حاجة
المدخن، فايدة المدخن ايه؟ فايدة المدخن ان انت بتدخن على النحل بتاعك عشان تهدي النحل، وانت جاي تفحص لازم تدخن على النحل عشان تهديه. بعد كده العتلة، العتلة دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت بتفصل الاقراص عن بعضها عشان ما تتعاملش مع الاقراص بعنف، ما تتعاملش وانت فاتح الخلية بعنف، عشان ده ممكن يضر النحل، وممكن العنف ده ممكن يخلي البراويز تخبط في بعضها وممكن الملكة تموتها وانت مش واخد بالك. يبقى بكل هدوء ان انت بتفصل الاقراص الشمعية عن بعضها بواسطة العتلة. طيب بعد كده في الفرشاة، لو انت عاوز تشوف حضنة موجودة ولا مش موجودة، او حالة الحضنة عاملة ايه، النحل متكوم كله على البرواز اللي انت ماسكه وانت عاوز تشوف حاجة، يبقى في فرشاة ناعمة. الفرشاة دي بتحوش بيها النحل اللي موجود على القرص الشمع، يبقى كده قدرت انت تفحص المنحل بتاعك. طيب دي كلها اللي احنا قلناه بالنسبة للخلايا الخشبية. طب في الخلايا البلدية يا مستر، في ادوات للفحص؟ في ادوات للفحص. اول حاجة زي ما قدامك الشاشة، الغراب او المفتاح يعني، الصادف، الشوكة، القصافة، الكبشة، المرآة، المشنات. واحنا بندرس الخلايا البلدية تعرضنا لكل الادوات دي، بس انت لازم برضو تعرفها، ولازم تعرف ان الغراب او المفتاح ده اللي بتفتح بيه الخلية. تاني حاجة الصادف اللي هو بتفصل بيه الاقراص اللي هي بتكون معلقة داخل الخلية. احنا قلنا الخلية البلدية بيكون فيها القوية بتبقى فيها من 25، من 20 ل 25 قرص شمعي النحل بيبقى عامله. الشوكة بتسحب بيها بعد ما فصلت البرواز او القرص الشمع، بعد ما فصلته بتسحب بالشوكة بتسحب القرص اللي انت فصلته ده. وبعد كده القصافة، وبعد كده الكبشة. الكبشة دي القصافة ديت عشان لو هتقطع بيوت ملكات تقطعها بالقصافة. الكبشة عشان تنقل النحل لو حبيت تنقله من خلية إلى أخرى بواسطة الكبشة. المرآة زي ما قلنا قبل كده، المرآة دي بتوريك النحل من جوه، بمعنى إن أنت بتخلي الشمس متسلطة على المرآة وبتحط المرآة في وش الخلية، يبقى كده بتنور لك الخلية من جوه، لأن الخلية من جوه هتكون معتمة مش هتشوفها. طيب وبعد كده المشنات اللي هي لما تيجي في ساعة الفرز بتقطع البراويز أو الأقراص الشمعية، بتقطعها القطع وبعد كده بتعصرها وبتتصفى الأقراص الشمعية على في المشنات. يبقى كده مراجعة سريعة على اللي احنا درسناه النهاردة واللي احنا قلناه النهاردة، ان الفحص بتاعك او فحص الطوائف ده حاجة مهمة جدا، لازم بيقوم بها النحال، وحاجة دورية. يعني الفحص ده بيبقى دوري، ما بيبقاش مرة كده في الشهر وخلاص، ولكن حسب فصول السنة ان انت بتفحص الخلية، بتشوف الملكة، بتشوف أفراد طائفة نحل العسل كلها، تشوف الملكة، تطمن على سلامة الملكة، تطمن على سلامة أو سلامة أي شيء في جسم الملكة يأثر عليها ما يخليهاش تضع بيض، تطمن على سلامة الشغالات إن هي خالية من الأمراض، تطمن على سلامة الحضنة إن هي برضه ما فيهاش أمراض، تطمن على ان الملكة موجودة، ده في الاساس في الاول خالص. وقلنا ان علامات عدم وجود الملكة دي علامات انت بتشوفها كده وبتعرفها. اول حاجة لو ما لقيتش انت الملكة بتشوف
لو مفيش بيض موجود في الطائفة أو في البراويز يبقى تعرف إن الملكة مش موجودة. لو النحل في حالة هياج اعرف إن الملكة مش موجودة. طب لو موجود بيض والملكة والشغالات موجودين في هدوء على البراويز يبقى تعرف إن الملكة موجودة. طيب بعد كده اتكلمنا على الحالة الغذائية، بتفحص وبتشوفها الحالة الغذائية بتاعت الطائفة، إذا كان في غذاء ولا مفيش غذاء. احنا عرفنا غذاء النحل زي ما قلت لك مواد كربوهيدراتية ومواد بروتينية. المواد الكربوهيدراتية تتمثل في العسل، المواد البروتينية تتمثل في حبوب اللقاح. طيب بيخلطوا الاتنين مع بعض بيتعمل حاجة اسمها خبز النحل، وبيتغذى عليه النحل داخل الخلية، بيتغذى عليه النحل داخل الخلية. هنتكلم بعد، اتكلمنا برضو على ترتيب الأقراص الشمعية داخل، أو ترتيب البراويز داخل الخلية، ودي مهمة جدا ولازم تراعيها ولازم تاخد بالك منها. كده أنا وفيت لك أغراض الفحص والأدوات بتاعت اللي أنت بتستخدمها في الفحص. يبقى في عندي بعد كده شروط وخطوات الفحص، في عندي بعد كده مواعيد الفحص، في تسجيل نتائج الفحص. دي إن شاء الله ناخد لها الحلقة الجاية، بس أتمنى إن أنت تكون استفدت من الحلقة دي. وأتمنى إن أنت ترجع للحلقات السابقة بتاعة النحل، عشان كل النحل مرتبط ببعض. وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله والنجاح، وفي حلقة قادمة نتقابل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.